أخبار اليوم. يعني عشان يوصل المصريين لازم يعدي على الجيش، وده مش هيحصل أبدا. بالمناسبة وانتم عارفين ده كويس، بس أنا بقول الكلام ده للمصريين، اوعى تفتكروا الحجم المطوات اللي موجود في سيناء. أنا ببقى مندهش جدا، بس كان مندهش من رد الفعل حجم الجيش اللي موجود هنا. إذا ما كنتوش انتوا يعني حاسين إن الرسالة دي واصلة، 1%؟ 1% من جيش مصر موجود هنا في الشرق. 1% قوات الجوية اللي بتتدخل وتدعم عمل القوات بكل اللي انتوا بتشوفوه ده، وده كلام مش انا بقول للمصريين، مش ايه ده برضه 1%. الجيش قادر انه تقدم تقدم ده 1000 مرة، ينهيه ويصفيه ببساطة خالص. قلت لكم مرة قبل كده وانتوا عارفين ده كويس، ان احنا الصراع اللي موجود ده صراع متطور. ده الجيل الرابع من الحرب، بتستخدم فيه وسائل. الجيل الخامس كمان اللي بتستخدم فيه الوسائل للتأثير، الإعلام ووسائل الاتصال، ويبقى المستهدف الإرادة. حد عايز يهز إرادة المصريين، المصريين أنا بتكلم على شعب مصر، عايز يهز بشدة إرادة الشعب المصري، فبيستخدم الوسائل دي. ولو انتوا يعني أرجو إن احنا نبقى، أنا عارف إن انتوا مشغولين في المهام بتاعتكم دلوقتي، لكن المهم إن احنا نوريهم تم تناول المسألة دي إزاي، تم تناولها إزاي، وسائل الاتصال والمعلومات اشتغلت إزاي، الإعلام اشتغل إزاي عشان يقدم صورة. الهدف منها إرسال صورة غير حقيقية عن مصر والاستقرار والأمن فيها، هو ده كان الهدف. زي ما قلت قبل كده كمان وباكدها مره ثانيه واحنا بنتكلم، ان هو التاثير في اراده المصريين. من بعد سنتين لا، هو احنا كناش عارفين ان ده هيكون وهيستمر معانا؟ لا احنا عارفين، والشعب المصري عارف كمان، ومستعد، مستعد ان هو يجابه ويدفع الثمن من خلال ولاد مصر اللي هو الجيش والشرطة. فاللي اتعمل ده كان بيستهدف كرامة مصر وكرامة شعب مصر. وانتم بصراحة بصراحة وبمنتهى القوة رديت بعزة وباقتدار، والنتائج بصراحة تشرف مصر وتشرف جيش مصر. اللي انتوا عملتوه خلال ال 48 ساعة اللي فاتوا دول أبطل، أحبط مخطط كبير قوي. وبصراحة هم ما كانوش متصورين ان بالسرعة دي هتحسموا الموقف ويسقط المئات اللي هم سقطوا خلال الساعات في يوم الاربع اللي فات. ف حاجة جميلة واسعدتنا كلنا. العالم المحيط بينا واللي احنا بنؤثر فيه بنتاثر بيه
فهمه وتعامله مع التطورات اللي بتمر بيها اللي هو الإرهاب، يعني فهمه وتعامله معاه اختلف كتير قوي، وكمان ده انعكس على علاقتنا بالعالم كله. الكل أيقن إن مصر هي عماد الأمن والاستقرار للمنطقة. كل الدنيا عارفة كده خلاص، وإيقانة إن استقرار مصر وأمنها يمثل دعامة حقيقية للأمن والاستقرار في المنطقة، ويمكن يكون في العالم كله. كده بس لا، حتى تحركنا خطابنا أيقنوا كمان إن مصر بتقوم بدور حضاري وإنساني وأخلاقي وديني عظيم في ظل ظروف صعبة جدا جدا. أنا مش عايز أطول عليكم أكتر من كده، لكن في نهاية كلامي لكم بوجه مرة تانية الشكر للقوات المسلحة وأجهزة الدولة كلها، وبقول إن إحنا إن شاء الله مطمئنين قوي بفضل الله سبحانه وتعالى على الواقع اللي إحنا ماشيين فيه والمستقبل اللي إحنا بنتطلع إليه. إحنا ماشيين كويس قوي الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله يوم 6/8 قادم، وبقول لكم أنتوا خلوا بالكم قوي من كل حاجة هنا وفي كل حتة، لأن المستهدف إن إحنا عايزين الأذى وأهل الشر عايزين يؤذونا بده، ومش هيقدروا إن شاء الله. ليه مش هيقدروا؟ ليه دايما بكرر أقول مش هيقدروا؟ الموضوع مش ثقة في القوة، لا، الموضوع هو ثقة في الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، ثم كمان في جوانب الخير اللي كلنا بنتحرك عليها بنتحرك بيها. هو دايما اقول ان احنا بنهدف الى البناء والتعمير والامن والاستقرار والسلام واسعاد الناس، مش حاجه تانيه. مش ممكن ان يكون دي ارادته وده عمله ربنا سبحانه وتعالى ما يسعدوش. دي امر لازم تكونوا متأكدين منه. كمان احنا مش بنقول كده بس، لا، احنا بنعمل على كده وبناخد بالاسباب لانجاح الكلام اللي انا بقوله ده. انا مره ثانيه كنت لازم اقولكم واشكركم هنا عشان توصل رسالتي ليكم وتصل رسالتي للمصريين يطمنوا كويس قوي. انا مره تانية كنت لازم البس اللبس ده عشان حد يشوفهم غلط، عشان تقدير واحترام وتكريم ليكم اللي انتم بتعملوه. اخر كلمه هقولها لكم، مش بس بقولها لكم انتم، بقولها لكل المصريين. مصر بشعبها متعلقه فين؟ في رقبتنا كلنا. ان شاء الله محفوظين قادرين على حفظ الأمانة. أنا بشكركم كلكم مرة تانية، وبشكر كمان بصراحة شكر خاص أهالي سيناء اللي هم بصراحة بيدفعوا ثمن معانا، بيدفعوا ثمن معانا يمكن أكتر من أي حد، لأن إحنا المجابهة اللي بتتم هنا ليها تأثير كبير عليهم. وأرجو إن إحنا كدولة وكقوات وسلاح نخلي بالنا إن إحنا نخفف عنهم بقدر الإمكان، ولو في أي حاجة مطلوبة في هذا المجال أو في الموضوع ده من فضلكم نتحرك فيها بأسرع ما يمكن. كل سنة وأنتم طيبين، وأنا متشكر شكرا جزيلا.
متشكرين، شكرا جزيلا.